اليوم نحن في برش من أعرق البروش في الخوجلاب، برش درجة له على التواصل والتراحم داخل أحياء الخوجلاب. بنقول لكم منه رمضان كريم. جامعنا نورنا وشارعنا زينا، يا غالي هلالك هلا وكنا بنستنى، يا غالي هلالك هلا كنا بنستنى. صوت دعواتنا ساعة الأذان، ماشينا الريدة قروش وبراح قدام الحوش، مادين ايدينا موياتنا تروي العطشان. يجمعنا من تاني فينا هلا طيبين وحنان، رمضاننا سوداني سوداننا يحلى في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله نحن الليلة في إفطار أخونا المرحوم أحمد عبد الله، والحمد لله درية عائلته سنويا على فعل هذا الأمر، ويدل على يدل إن على بر الأبناء بآبائهم، وهذه عادة جميلة جدا جدا الحمد لله في الخوجلاب بقت متكررة كثيرا، والحمد لله والفضل يرجع لأخواننا الشباب ما قصر في الشهادة، الحمد لله وقف وقفة كويسة، وإن شاء الله ربنا يعمر ويزيد ويزيد من أمثال، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أخونا أحمد عبد الله، اللهم أرحمه وأغفر له واجعله من أصحاب اليمين، وأحسن إليه والحق بنبيه يا الله واصلح ذريته. أهلا بالجميع في سنوية وتأبين العزيز القالي والذي دخل إلى هذه الأسرة كنسمة شمالية باردة أو بحراوية باردة، وانسل منها بمثل ما دخل إليها. اللهم أرحم وتقبل عبدك وابن أمتك أحمد عبد الله الحاج، هذا الإنسان نقي السر والسريرة التقي النقي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعمنا برحمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من وضع هذا الشهر المبارك العالمين. اللهم اجعل هذا الإفطار يا رب العالمين، تقبله يا رب العالمين في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم اجعل البركة في ذريته وأهله يا رب العالمين. اللهم ادمنا على هذه السنة يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة ماضية، وأن تحس الشباب على هذه السنة، وهذه رسالة موصولة للجميع سواء كانوا معنا في هذا الإفطار أو خارج الإفطار، وجزاكم الله خير. مرحبا بكم في فرشة آل عبيد بمناسبة مرور سنة على وفاة أخونا أحمد عبد الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكن روضه من رياض الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام أنتم بخير، تصوم وتفطر على خير، أهلنا حبايبنا بالخوجلاب. نزل الله العلي القدير أن يعيد علينا هذا الشهر الكريم، ونحن في العام القادم أكثر منعة وقوة وتكاتف وتآلف. رمضان كريم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هني كل الناس بالرمضان، وإن شاء الله من عوادة تصوم وتفطر على خير. رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير، وربنا يتقبل منا ومن. نشكر الإخوة اللي حضروا معنا كلهم في الإفطار الجماعي، وسأل أخونا أحمد عبد الله ربنا يتقبله. والختمة لصالح أخونا المرحوم أحمد عبد الله، ربنا يتغمد برحمته. اللهم اغفر لأخونا أحمد وطيب مرغته، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي تصور من الدنس. اللهم
رمضان قريب نظم وضفتر على خير. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اصحاب اليمين. اللهم ارحم احمد عبد الله واغفر له واجعله من اصحاب اليمين. ورمضان كريم تصوم وتفطر على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ورمضان كريم تصوم وتفطر على خير. المتوفى اللهم اغفر له وارحم واجعله من اصحاب اليمين. نترحم على اخونا احمد عبد الله رحمه واسعه ان شاء الله ربنا يتقبل. تصوم وتفطر على خير. نزل الله رمضان كريم. نزل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في هذا البلد ونكون على خير وتكون الأمة السودانية كلها بخير إن شاء الله. قبل من الصيام والقيام ويعيدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير والبركات. وكل سنة طيبين وسنة سعيدة عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم تصوم وتفطر على خير. أخونا أحمد عبد الله اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين اليمين. سنة وانتم طيبين ورمضان كريم والجمعة مباركة إن شاء الله وربنا يتقبلها. رمضان كريم تصوم وتفطر على خير. خالنا المرحوم أحمد عبد الله ربنا يرحمه ويجعله من أصحاب اليمين. رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير وإن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. وكثير الشكر لهذا الشباب وما قصرت والله. جزاكم الله خير وربنا يرحم الوالد. اللهم اغفر له وارحمه واجعله من اصحاب اليمين وجزاكم الله خير. وبنقول لكم تاني رمضان كريم وانتظرونا في برش جديد.